مساكم الله بالخير أيها الأحبة، حياكم الله معنا في حلقة اليوم من برنامجكم طب القلوب. نتكلم معكم اليوم أيضا عن موضوع جدا مهم وجميل، طبعا هو يتعلق بكيفية تطوير القدرات الذاتية، وتحديدا كيف تساهم البرامج التدريبية في تطوير القدرات. طبعا نتكلم عن هالجانب مع ضيف فاضل إن شاء الله في برنامج طب القلوب. ضيفنا الأستاذ الدكتور حسين الهدب الرشيدي، أستاذ أصول التربية في كلية التربية الأساسية. طب القلوب فرحتها. رجعنا معاكم من جديد أحبتنا في هذه الحلقة من برنامجكم طب القلوب، والحديث إن شاء الله معاكم حول أثر وتطوير الدورات التدريبية والبرامج على الذات وكل ذلك وأكثر إن شاء الله مع ضيفي في حلقة اليوم. ورحب بالأستاذ الدكتور حسين الهدب الرشيدي، حياك الله دكتور، مساك الله بالخير وأشكرك على وجودك معنا. مساك الله بالنور الكرامة، حياك الله وأشكر قناة إثراء العريقة على هذه الاستضافة وجميع العاملين في الاستوديو. سعى المباركة. دكتور، برجعك شوية لورا لابتعاثك دكتور حسين، وكيف أثرت هذه يعني الابتعاث وهذه الرحلة التعليمية المتكاملة في أيضا في دكتور تطوير فلسفة أيضا التربية وأصول التربية وتطبيقها بلا شك على أبنائك وبناتك في كلية التربية السياسية وأيضا في كل دكتور مسيرتك المهنية بلا شك. الحمد لله، أنا لما خلصت المرحلة الثانوية كان طموحي أن أصير معلم، كنت أحب هذه المهمة وهذه الوظيفة، فلذلك التحقت بكلية التربية الأساسية. وكنت بدرس تعليم ابتدائي، مرحلة ابتدائية، لأن هي أساسية ومرحلة مفصلية في حياة الطالب. يعني أنت هني في المرحلة الابتدائية تشكل معالم شخصية الطالب وتخليه ينطلق إلى حياته التعليمية، وهذه أهميتها. هذه أهميتها، يعني حتى في الدول المتقدمة ترى ما يدرس المرحلة الابتدائية إلا الدكاترة والماجستير وأصحاب الشهادات العليا. والحمد لله الله سبحانه وتعالى أكرمني بإني خلصت البكالوريوس وتعمدت إني أدش مجال التربية عشان أخوض تجربة التدريس. الحمد لله درست 6 سنوات ودرست مادة اللغة العربية، ووجدت فيها متعة، وجدت فيها تأسيس، وجدت فيها جهد وتعب، يعني أكثر من أنا كنت مدرس آداب يعني عربي وتربية إسلامية. فكنت أقول حق الناظر ما أبي لا تعطيني حصة تربية إسلامية، عطني عربي. ما شاء الله، العربي تخصص. لا لا، أنا خطي جميل. زين، فقلت أبي أغرس الخط الجميل هذا في في. أي مرحلة؟ ابتدائي. إيه. فقلت بعلم الأطفال اللي يدرسهم هذين المتعلمين لازم أعلمهم على الخط، خليهم الخط هو الأساس صراحة. فحرصت أني أدرس لغة عربية والحمد لله توفق. لما في 6 سنوات هذه اللي درست فيها وجدت أن الواقع التعليمي والظروف يعني يبي لها تعديل، يبي لها تطوير، يبي لها أفضل ظروف. مهنة شاقة. أي مهنة شاقة. فلذلك حرصت أيضا أني أتقدم لما نزلوا إعلان معيد بعثة، والحمد لله حصلت على معيد بعثة عام 97، وانطلقت بعدين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، درست اللغة ودرست الماجستير وحصلت على الماجستير من جامعة أوهايو. درست اللغة في أوهايو وقبلوني في الماجستير والدكتوراه، بس أنا فضلت أني أروح نيويورك، فضل جامعة برايفت سكول اسمها سيراكيوس. فمن سيراكيوس خذيت الماجستير، وبعدين صارت ظروف أحداث سبتمبر، ما أحداث سبتمبر صارت الوضع في أمريكا غير جيد يعني، فانتقلت من بعد مرحلة الماجستير إلى بريطانيا للدكتوراه. فكان عندي هدف ان انا اجرب السيستمين، نظامين، النظام الامريكي والنظام الانجليزي، لانهم هم الانظمه التوب في العالم يعني في التعليم. اي فالحمد لله خلصت الدكتوراه ب 2006، ويعني كان هدفي لما انطلقت اني بكمل دراسات العليا ان انا اسوي شيء اساهم في تطوير المنظومه التعليميه، تطوير النظام التربوي في الكويت، نخلي نظام مواكب للعصر، مواكب للتحديات. أظنك إنك أنت جربتها يعني ودرست فيها مرحلة اللي تكون من أصعب المراحل في تعليم دكتور. إيه طبعًا، لأن أنا شفت إن العملية التعليمية فيها جمود وفيها حفظ وفيها تلقين وفيها ما فيها مهارات التفاعل، مهارات التواصل، مهارات النقد الذاتي، مهارات النقد البناء، يعني التعلم بالمشروع، التعلم باللعب، التعليم التعاوني، هذه كلها نظريات تربوية ما كانت موجودة في نظامنا. احنا نحتاج ان نغرسها. لذلك انا حتى في الدكتوراه في رسالتي لما كتبت عن Child Centered Approach اللي هو التمركز حول الطفل في التربية، يعني هذه النظرية تقول ان الطفل لا يستهان فيه، الطفل هو ثروة وطاقة كبيرة. صحيح. قدراته، امكانياته، حاجاته، 3 اشياء هذه، القدرات والامكانيات والحاجات،
يجب أن تكون في عين الاعتبار عندما نضع المنهج التربوي، عندما نبني المناهج نضع حاجات وقدرات وإمكانيات الطفل في هذا الجانب. وهذا الشيء بالإسلام، إحنا يعني عندنا ديننا الإسلامي يحث على 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 تربية الطفل وعلى اهتمام بالطفل، والعلماء ابن خلدون والغزالي أيضا ركزوا. الغزالي يعني أحد فلاسفة الفكر التربوي الإسلامي، عنده رسالة اسمها أيها الولد، والغزالي يعني هو من وضع البريك أو الاستراحة بين الحصص وبين عشان الطالب شنو يشدد نشاطه ويقبل عملية تعليمية ويلعب مع أقرانه ويتعلم منهم. تعليم التعاوني، كل النظريات التربوية ترى كلها نفخر فيها بالإسلام حنا، بس الغربيين خذوها استفادوا منها طبقوها عليها. صحيح نعم. دكتور، كيف أثرت يعني دراستك العليا في خلينا نقول النظامين البريطاني الأمريكي في فلسفة التربية وأصول تربية كروس؟ شو اللي فعلا استفدت من هناك في وأثر على المسيرة التعليمية كروس؟ احنا خلينا نتكلم بكل تجرد. نعم. الدول هذه ليش احنا الدولة بعثتنا لهم؟ عشان نتعلم منهم. صحيح. وناخذ من ما توصلوا إليه من تطور ومن تقدم في مجال التعليم، وعشان احنا نتبنى ونتشرب هذه المعاني وهذه الأفكار ونجي نغرسها هني. صحيح. في أنظمتنا، في تدريسنا للمعلمين اللي هم طلبة اللي راح يصيرون معلمين في المستقبل. صحيح. فهي مسؤولية كبيرة يعني الدولة ما بعثتنا هكذا يعني. صحيح. في هدف للتعلم. يعني نعم، وصرفت علينا وتعبوا علينا. صحيح. يعني فلذلك احنا اليوم مسؤولية الأساتذة اللي تخرجون من هذه الجامعات انه بالفعل يبدون يطبقون ما تعلموه، مو بس انا اعطي محاضرتي واخذ استلم راتبي ويلا مع السلامه. لا، يعني موضوع اكبر من كذي. ولما تستلم مسؤوليه ولما تستلم اداره خلينا نقول مركز تعليمي او وزاره او وكيل او كذا، لازم انت هني تشتغل بجهد وبقوه حتى يعني المبادئ اللي درستها وتعلمتها في هذه الدول المتقدمه تحاول انك تطبقها في بلدك حتى تستفيد، لأن هذا دين عليك. صحيح. الدولة صرفت عليك مسؤولية كبيرة. صحيح. ودين، يعني الدولة صرفت عليك آلاف الدنانير. ولي أمانة تكون أمانة. إيه نعم. صحيح. طيب كور، خلنا نتكلم معك، يعني أنت الحين لما درست هناك دكتور حسين، شو اللي شفت من المعلم في ذاك الوقت الأستاذ الجامعي؟ شلون كان يعلمكم دكتور حسين؟ شو المهارات اللي دائما يحاول يغرسها فيك حتى تكون طالب متميز وقادر على البحث العلمي دكتور؟ أكثر شيء علمونا عليه هو الانضباط. انضباط. نعم. واحترام الوقت. واحترام المادة العلمية. نعم. واحترام الثقافات واحترام التنوع. سلام. واحترام الاختلاف يعني المذهبي. صحيح. والطائفي. نعم. والديني وغيره وكذا. تعايش. اي تعايش. نعم. تعايش. فهذه الدول ما وصلت الى ما وصلت اليه هباء يعني منثور. لا يعني باحترامها للقانون، احترامها لذات الانسان. فلذلك احنا تعلمنا منهم اشياء كثيره يعني لا تعد ولا تحصى. تعلمنا اللغه، تعلمنا الانضباط، تعلمنا احترام القانون، تعلمنا احترام الاخرين. يعني الدول هذه يعني قعدنا فيها سنين طويلة يعني. هل تعلمك أيضا أن تخرج كباحث دكتور حسين متميز؟ يعني هل تعطيك مهارات البحث العلمي كما ينبغي دكتور؟ نعم، هذا ما في شك. يعني هي أربع سنوات أو خمسة. إيه؟ معقول في الأربع سنوات تكون من لا شيء باحث متمكن، ولا تكون لازم تكون أصلا طالب متميز؟ نعم، لأن هم يعطونك مواد ومقررات تعلمك شلون تكون باحث. أه. ودرسك، وهم يسهلون لك ويعطونك حتى كروت لدخول المكتبة، يعطيك أكسس، يعطيك يعني أمور تسهل عليك المهمة. وانت كطالب في هذه الجامعة مفتوح لك كل شيء، تقدر تقعد في المكتبة 24 ساعة. نعم. يعني مفتوح لك، مو والله مكتبة تسكر ساعة 10 ولا تسكر. نعم. مفتوح على طول، اقعد ابحث واقعد سوي سيرش وسوي كذا واطبع وكل شيء على حساب الجامعة. لانه اليوم امريكا والدول المتقدمة هذه شلون تقدمت بالبحث العلمي ترى. بالضبط. نعم. يعني كمية الابحاث اللي تخرج في هذه الدول يعني لا تقارن بدولنا العربية ولا حتى بالكويت ولا بغيرها. بالضبط. يعني ما طورهم إلا البحث العلمي، لأنهم يحترمون النتائج، يحترمون التوصيات اللي موجودة في هذه الأبحاث. إذا دكتور ذكرت جانب مهم وراح أبدأ من حيث انتهي دكتور، يحترمون ما يتم التوصل له من نتائج. يعني ايه؟ البحث لا يرمى في الأفلاك. لا يرمى. إحنا البحث عندنا ينحط بالدرج مع السلامة. حتى إذا كان بحث يعني يقيم ذو أهمية. طبعا يعني هذه عصارة جهد وتعب. صحيح. الباحث. صحيح. يعني البحث هو عبارة عن شنو؟ انك انت يعني تضيف للعلم شيء جديد. بالضبط. اكتشاف جديد. صحيح. فهذا الاكتشاف لازم يتم احترامه يعني تقديره وتفعيل نتائجه. اي نعم. صحيح. طيب دكتور، هل فعلا ما نسمع ان الواحد يعني لن يتعلم الا اذا ذهب للخارج دكتور حسين؟ يعني البعض يقول لك افضل ان تبتعث الى الخارج حتى تبدع في هذا المجال والتخصص اكثر.
شوف الغربة ما هي سهلة بالضبط. الغربة صعبة وتبتعد عن الأحباب عن الكويت وعن أهلك وعن مرات عن عيالك حتى يعني مرتنا ظروف تعدنا عن عيالنا مرتنا ظروف بتينا بالغربة وإحنا كبار يعني قريبة التعلم إيه نعم إيه لكن الاستفادة بالجانب الآخر كبيرة جدا صقل شخصيتك تعلم اللغة تعلم المهارات تعلم الانضباط تعلم احترام الوقت احترام الآخرين النظام يعني الغربة كلها تجارب وكلها خبرات ما يعني ما تحسف عليها صحيح. وما تبين ثمرة هذا الشيء إلا لما ترجع ديرتك تحس إن أنت بالفعل يعني السنوات اللي قضيتها خارج الكويت هي كانت بالفعل معين قوي لك ورصيد قوي في علاقاتك وفي أدائك. جميل. اذكر أنت أيضا شاركت في برامج خاصة بمجالات تدريبية مثل التعامل مع الذات وأيضا بناء الشخصية الكاسين. شلون أثرت على شخصيتك هذه البرامج دكتور؟ شوف هي التدريب مهم وتطوير الذات مهم لأن اليوم المهارة أنت إنسان يحتاج إلى مهارات دائما في حياته يحتاج إلى مهارات جديدة صحيح. المهارة هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن تحويل المعرفة إلى سلوك. يا سلام. أتعلم شيء أخذ قاعدة مثلا نظرية بس لازم ما أخليها جامدة أحولها إلى سلوك أطبق. أتعلم إيه أطبقها فلذلك أنا لما خلصت الدكتوراه بـ 2006 أنا كنت أدرس مرحلة ابتدائية أدرس أطفال بالضبط. عرفت فالآن أدرس طلبة جامعيين صحيح. طلبة مخلصين ثانوي طلبة يعني إدراكهم غير فكرهم غير صحيح. فكنت شوي نوعا ما متهيب من هذا الجانب إني شلون راح أدرس هذا فقبل لا أبدأ محاضراتي كان عندي فترة يعني فترة خلينا نقول سماحة وإيقاف لأن أنا تخرجت بنص الكورس فما كان ما كان في مجال إنه يعطوني مواد قلت هذه فرصتي قلت هذه فرصتي فدخلت دورة اسمها إعداد المدرب المحترف عند الأستاذ دكتور طارق سويدان يعني رحت حق أقوى واحد في مجال التدريب وخذيت دورة 3 شهور عنده على حسابي كلفتني مبلغ كبير يعني على حسابي تدربت على عملية الإلقاء وعملية شلون تنظم محاضرتك شلون تعد لها وشلون تدرب المدربين ما كان هدفي مدربين ولا كان هدفي الطلبة صلاح. بالفعل يعني ما أخفيك أخوي حواس محاضراتي عليها إقبال مو طبيعي شعب لما تنفتح تسكر بنفس اللحظة طريقة التدريس اللي اعتمدها طريقة غير اعتيادية استخدم الألعاب استخدم التمارين استخدم الألغاز استخدم في بداية المحاضرة يا ألقي خاطرة مثلا أو أسألهم سؤال يحفز العملية التعليمية يعني ما أبدأ محاضرتي بطريقة تقليدية فلذلك الطالبات حتى لما تخرجوا وصاروا معلمين يقول إحنا ما ننسى محاضراتك ما ننسى شلون على طبعا فهني الإنسان لازم يطور منه نفسه. ما قاعد على الجمود ولا على اطمام المرحوم ولا على انه بس والله تعال وقعد على الكرسي وعط الماده العلميه ومع السلامه لا هالكلام ما يصير انت لازم تاثر في نفوس الابناء وعندي طلبه افتخر فيهم اليوم صاروا اساتذه وصاروا دكاتره ما شاء الله وللحين دراسه معك في القسم لا إيه لا في منهم من صار معي بالقسم وفي منهم من لا يزال ينتظر ان شاء الله اسهامه في هذا الجانب طلبه كانوا عندي بالمحاضره بالقاعه وكنت أحثهم وكانوا يعني يقعدون معي بعد المحاضرة يقول لي أنا ودي أصير مثلك ودي فأقول له تصير مثلي شد حيلك اجتهد حاول جيب معدل عالي ادرس حتى لو على حسابك راح تمر بتضحيات راح تمر بأمور صعوبات وعراقيل وهذا كلها دوس عليها وكلها تعداها وروح كمل دراستك طالما أن هدفك واضح أمامك كمل دراستك أستاذ دكتور حسين الهدب الرشيدي شنو رسالتك اللي تحب أن تزرعها في نفوس الطلبة حتى الطالب يتخرج دكتور منك ومن محاضراتك يحمل هذه القيم وهذه الرسالة دكتور حسين أنا دائما أحث أبناء الطلبة والطالبات على أنهم يحسون داخل أنفسهم أن أنتوا رجال المستقبل أو نساء المستقبل قادة المستقبل حنا راح نوصل إلى عمر نتقاعد وخلاص ينتهي دورنا الدور عليكم الآن نبيكم تكونون متميزين في أدائكم في تدريسكم في تلقي العلم ودائما أقول لهم أنتوا الآن في ال4 سنوات هذه اللي في الجامعة هذه السنوات الذهبية يا سلام أقول لهم هذه سنواتكم الذهبية إيش كي شخصياتكم أول شيء ما عندكم ارتباط عائلي ولا اجتماعي ولا عندكم أولاد ولا عندكم يعني شيء يثقلكم فاستفيدوا تعلموا لغة تعلموا معلومات جديدة استفيدوا من الأساتذة المميزين تعلم منه روح لمكتبة اقعد معه قول له بقعد معك أنا أبي أطور من نفسي شنو أسوي أنت شلون وصلت علمني دلني الطريق
فدائما اغرس في نفوسهم هذا الشيء، والحمد لله ونجحت في هذا الجانب. راح اتكلم ان شاء الله اذكر اكثر عن هالمهارات واثرها ان شاء الله على الشخصيه، لكن بعد هذا الفاصل. اذا معاكم مكملين ايها الاحبه في برنامجكم طب القلوب، والحديث ان شاء الله عن اثر هذه المهارات في انماء ان شاء الله الشخصيات، وخصوصا شخصيات ان شاء الله طلبتنا وطلابنا. رجعنا معاكم من جديد حبتنا في برنامجكم طب القلوب، وهذه الحلقة عن تطوير البرامج وأيضا تطوير الذات فيما يخص العملية التعليمية وكل ما يتعلق أيضا بمهارات الحياة. عود من جديد ورحب بضيفي الفاضل الأستاذ الدكتور حسين الهدبار الرشيدي، أستاذ أصول التربية في كلية التربية الأساسية. حياك الله دكتور من جديد. الله حياك سلمك دكتور. أكيد يعني طالب بهذه المرحلة دكتور يحتاج إلى عملية اتخاذ القرار في مراحل في حياته، تحتاج منه أن يكون صاحب قرار وقرار فعال بلا شك. فأنت دكتور كيف اكتسبت حضرتك هذا الجانب دكتور، وكيف تغرس أيضا في نفوس أبنائك عملية اتخاذ القرار الناجح إن شاء الله والمصيري بلا شك؟ هي هذه المهارة، مهارة اتخاذ القرار يبي لها تعليم، يبي لها دراسة، يبي لك تتعلم شنو نظريات اتخاذ القرار، وفيها كتب وفيها يعني رصيد علمي كبير في هذا الجانب. لكن اتخاذ القرار هي عملية نفسية بالدرجة الأولى، وعملية تعتمد على التجربة وعلى الخبرة وعلى أهم شيء المشورة. مشورة لازم. يا سلام مشورة. من أستشير؟ ما أستشير أي أحد بالضبط، أستشير يعني الناس الناجحين المختصين المميزين. صحيح. اللي اتخذوا قرارات بحياتهم والقرارات هذه غيرت مجرى حياتهم. فلذلك أنا ما أستعين بأي أحد، أنا أروح حق إنسان اللي بالفعل يفيدني في هذا الجانب، وهي مثل ما قلت لك يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. وإنسان يعني يجلس يحط ورقة وقلم ويحسب الأرباح ويحسب الخسائر. نعم. يعني إذا اتخذت قرار هذا شنو أرباحي شنو خسائري، وإذا اتخذت القرار الثاني شنو أرباحي شنو خسائري، فشنو اللي يكسب أو شنو اللي فيه مكاسب أكثر أروح له وأتوكل على الله سبحانه وتعالى. ما في شك أن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والاستخارة ويعني الدعاء هذا كله يعني مشيئة الله سبحانه وتعالى يوفق الإنسان إلى ما يحبه. صحيح. وأهم شيء أن يكون القرار هذا ما في شيء يغضب الله سبحانه وتعالى بلا شك. طيب خلينا نتكلم معك أكثر، هل مريت أكيد دكتور في تجربتك ودراستك خلينا نقول في العليا بأكيد لحظات مصيرية، خلينا نقول اختيار موضوع رسالة أثناء كتابة رسالتك، خلينا نتكلم معك عن موقف دكتور اتخذت فيه قرار كان مصير وتحول في حياتك دكتور حسين. اي يعني هذه مرحلة صراع نفسي لما تجي تختار موضوع الرسالة. بالضبط. لأن المواضيع كثيرة والقضايا كثيرة والمشاكل. صحيح. كثيرة وهذا، لكن ما اتخذت القرار هذا اني اختار هذا العنوان الا من واقع تجربة مريرة مريت فيها اثناء التدريس، وجدت ان التعليم في نوع من الجمود، في نوع من التأخر، وفي نوع من الاعتماد على الحفظ وعلى التلقين، وما فيه تطور ولا فيه حوافز ولا فيه شيء يعني خلينا نقول جوانب تجذب الطالب الى ان يعني يقبل على العملية التعليمية. فلذلك انا رسالتي كانت عن شنو؟ عن أن أطبق مبدأ التمركز حول الطفل في مادة التربية الإسلامية، وسويت المقابلات مع مدرسين التربية الإسلامية وكذا. يعني ليش حصة التربية الإسلامية الأستاذ يدش ويقول لهم يلا افتح الكتاب، يلا افتح الآية ويقراها لهم، بعدين اقرأ أنت خلصت الحصة مع السلام. ليش يا أخي؟ في أنشطة ثانية ممكن تصير، يعني ممكن أنا يعني أجيب لهم مقرئ مثلا يسمعهم صوت جميل يحببهم بالقرآن، أسوي لهم أفكار معينة، أشجعهم أوديهم مثلا مكتبة البابطين، أوديهم مصنع اللي يصنع القرآن اللي ينتجون القرآن الكريم في وزارة الأوقاف. نعم. أربطهم حيل مع هذه المادة، خليهم يحبون المادة. يعني في أنشطة كثيرة ممكن تخلي الطالب يحب يعني يكسر جمود الحصة هذه. صحيح. فهذا كان محور رسالة الدكتوراه حول هذا الموضوع، أن احنا يعني ديننا الإسلامي دائما يحثنا على احترام الطفل وعلى تقدير الطفل وعلى. صحيح. على يعني عدم يعني إهماله وعدم تجاهل الحاجات والقدرات اللي موجود عند هذا الطفل. نعم. الطفل هذا يكبر باكر واللي تغرسه فيه انت اليوم يصبح معلم يصبح اي يعني تعرف اذا تعلم تكون المهارات للمعلمين حتى يعلموها الطلبه بهالمهارات. إيه. نعم. شلون تقبلهم لها طلبتك في الكليه
المهارات هذه؟ والله يحبونها، ودائما يعني دائما اتلقى رسائل ايجابيه منهم المعلمين والمعلمات اللي يروحون يدشون معتركتين، يقولون لازم نذكر كلامك لما كنت تقولنا لازم تطورون من حصصكم، لازم تطورون من ادائكم، لازم تخلون الطلبه يتعلقون فيكم، تخلون الطلبه يحبونكم. الطلبه دائما عندهم غريزه تنويع، تغيير، القدوة. نعم. يحب يقلد اللي أكبر منه. صحيح. بالذات عند المعلم هذا ما في نقاش، أي كلمة يقولها المعلم، أي تصرف يقول على هذا. صحيح. بالنسبة له ما فيها نقاش. بالضبط. مثل ما هو يتأثر مثلا باللاعب وبالمشهور وبأبوه وكبار السن. فلذلك أقول لهم ترى هذه يعني شغلة خطيرة ترى. صحيح. انتبهوا لها، لا يصدر منكم تصرف سيء أو كلمة سيئة أو كذا، لأن الطفل هذا يروح ينقلها للبيت، تقول للأم أو الأبو من علمك الكلمة هذه ومن علمك التصرف هذا، فيقول أبلتي ولا أستاذي ولا كذا. إيه؟ هني خطورة هذا الأمر. طيب هل يعني معلمينك اللي هم طلبة قبل ذلك هل يعني فعلا طبقوا هالتطوير هذا؟ هل ساهموا في محاولة إيجاد جو غير تقليدي في حصة التربية الإسلامية؟ يعني جابوا وسائل حديثة ربطوهم بالواقع، خلينا نقول هل طبقوا اللي تعلموه؟ أكيد اللي يسعى منهم إلى أن طلبته يذكرونه وما ينسون يعني تدريسه وأداءه كذا، لازم يستخدم هذه الأمور. نعم. وإلا أصبحت الحصة مثل غير جامدة. حصة جامدة ليس لها أثر يعني. لذلك أنا لازلت إلى اليوم مثل ما قلت لك قبل. نعم. شوي أن طلبتي المعلمين اللي صاروا معلمين المعلمات يقول لازلنا نذكر تمارينك، ألغازك، والألعاب اللي كنت تجيبها لنا، والأشياء اللي كنت توزعها علينا. هي محاضرة جامعية لكن يتخللها 5 دقائق 10 دقائق. هذا الجانب هني عقبها، عقب الجانب الفن هذا والضحك والوناسة وكذا، هني عاد أنا أدخل في المادة العلمية. ممتاز. فهني يصير في ربط بين المتعة وبين تلقي المعلومة. إذا دكتور جانب ربط التعليم بأيضا هذه الجوانب دكتور المريحة والتطبيقية جدا مهم. مهمة والله. نعم والله مهم. خلت دكتور عن أهميتها، شنو أهميتها؟ أهميتها أنك تحفيز، تحفز الطالب على التعليم. نعم. على تلقي التعليم، الإقبال على المحاضرة، الإقبال على الحصة. نعم. إقبال على المدرسة. ليش بعض طلبتنا يكره يروح المدرسة الصبح؟ صحيح. لأن يا أن المعلم مثلا ما رغب في هذه العملية، عنده شدة في التعامل، عنده أمر تقليدي، تقليدي يعني. الطالب اليوم قاعد يشوف أشياء خارج نطاق البيئة المدرسية، قاعد يشوف أشياء ملهية. صحيح. أشياء يعني دكتور هذا أهمية قدام التنادي في دكتور حسين اللي هو تطوير المنظومة التعليمية كاملة. لازم. وما في عيب وما في مشكلة أن احنا نستخدم التكنولوجيا الحديثة. يا سلام. والاختراعات هذه، نستخدم اللابتوب، نستخدم الآيبادات، نستخدم الأجهزة. صحيح. أجهزة العرض هذه كلها ونطور منها، حتى مختبرات المدرسية أطورها، ما أخليها على النظام القديم يعني. صح. دكتور شلون فائدة أيضا بعض التطبيقات اللي انفعتنا بشكل كبير حتى في بعض الظروف الجائحة مثلا تيمز دكتور؟ ايه. يعني ما شاء الله أثر كبير علينا كمنظومة تعليمية. نعم. سهل العملية التعليمية وما خلى العملية التعليمية توقف. يعني تخيل نحن لو بالكورونا وقفنا سنتين ما نعطي دروس ومحاضرات. نعم. يعني هذا مأساة يعني ما تصير لا سمح الله في الحروب وفي كذا. صحيح. لكن احنا الحمد لله يعني تيمز والامور اللي طلعت كانت بالفعل ساهمت بشكل كبير. صحيح. في ان عمليه التعليم تستمر. صحيح. طيب خلينا نتكلم معك ايضا دكتور حسين عن يعني خلينا نقول كيف تقبلوا هذا الفكر دكتور مشروعك في الدكتوراه وادخال يعني جو غير تقليدي في حصه مثل التربيه الاسلاميه، شلون كان اثرها عليهم دكتور حسين هناك؟ والله احنا شوف يعني مثل ما نرجع لموضوع الابحاث، ان في ابحاث تعمل او يتعب عليها الباحث ويستغرق 3-4 سنوات صارت جهد ونتيجه. ايه. لكن يعني مع الاسف الشديد واقولها بكل حسره وبكل الم، ان هذه الابحاث لم تلقى تطبيق ولم تلقى الاهتمام ولم تلقى كذا، ولم يسالنا احد عنها ولم يطلبها احد، ولم مع العلم ان المكتب الثقافي في بريطانيا عارف عنوان رساله وعنوان كذا. يعني هذا الشيء مؤلم، ان اليوم احنا كثير من طلبتنا يتخرجون، اساتذتنا ودكاترتنا يعملون ابحاث قيمه، ابحاث قيمه متعوب عليها، ابحاث اضافت شيء جديد للعلم وللجسم العلمي، لكن لا يتم الاستفاده منها. وهذا الشيء انا ادق ناقوس الخطر، ان اليوم اتمنى من وزاره التربيه واتمنى من الاداره العليا في البلد انها تهتم في الباحثين وتهتم في النتائج اللي توصلوها، تهتم في ابحاثهم وخذها وطبقها. جايك كنز ثمين ببلاش، مو ببلاش يعني طبعا احنا الدوله صرفت هذا، لكن جايك جاهز. صحيح. في نتائج، في توصيات، في امور، في ابتكارات، خلاصه فكر. لازم نستغلها.
طيب كيف نتكلم معك شنو ممكن شلون ممكن يواجه خلينا نقول اليوم يعني الاستاذ او الاستاذه تحديات ذكر الواقع يعني شلون يقدر يبدع يعني يخرج عن الاطار التقليدي يحاول يعني في ظل هالامور هذه انه يخرج ان شاء الله طلبه عليهم القيمه ان شاء الله. هني هذا الدور يقع على الاستاذ، يعني انت شنو امكانياتك، شنو قدراتك، شنو توجهاتك. اذا انت والله يعني ما تراعي الله سبحانه وتعالى وما تخاف الله سبحانه وتعالى في هذه المسؤولية اللي أمامك، وأن هذولا بالدرجة الأولى عيالك اللي صحيح. قاعد تدرسهم وقاعد تغرس فيهم ما تعلمته في الخارج، هذه مسؤولية وأمانة علمية كبيرة. مع الأسف أن في بعض الأساتذة عندهم إهمال، يعني ما يقوم بواجبه، وحتى يمكن يتغيب كثير عن محاضراته ولا يؤدي الواجب المطلوب. يعني هني ترجع للشخصية الإنسان يعني وخوفه من الله سبحانه وتعالى وإحساسه بالمسؤولية الوطنية. يعني أنا لما أتذكر أن الدولة اختارتني من بين آلاف الناس وآلاف الكويتيين وبعثتني وتعبت علي وصرفت علي وهيئت لي كل الأجواء الدراسية المناسبة، كل شيء عطونا تأمين صحي وتذاكر وكل شيء، كل شيء ما قصروا معانا ودفعوا رسوم العالية للجامعات، يبون منك ان انت تستفيد شخصيا وبنفس الوقت تفيد بلدك. فلذلك هذه مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى. اللي ما يخاف الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب، الله لا يبارك لك لا في راتبك ولا في حلالك ولا في مسيرتك ولا في يعني يومك كله. يعني بالضبط. نعم. طيب دكتور حسين، خلينا نتكلم معك اكثر حول توصياتك ايضا للمعلمين والمعلمات، شلون دكتور ممكن ان يتميز ان شاء الله يواجه تحديات دكتور حسين في تطوير قدراته خلينا نقول تعليميه. هذه ترجع الى تربيه الانسان والى ثقافته والى ما تلقاه من تعليم. واحنا دائما في كليه التربيه مثل ما ذكرنا في بدايه اللقاء ان نحاول دائما نشجع طلبتنا ان خلوكم مميزين، ترى ما راح توصلون الى خلينا نقول الى مناصب والى مراكز الا لما تكونون مميزين. لازم فيه تميز، لانك انت عندك الاف المعلمين، لكن ليش الحين بعض المعلمين اللي موجودين معروفين ومشهورين؟ مشهور لانه مميز. بالضبط. مميز وعنده على قولتهم عطاء وعنده يعني تميز عن غيره. نعم. إيه، فاحنا نحرص على هذا الجانب، نحرص على هذا الجانب انه يكون عندنا معلمين متميزين. صحيح. ومثل ما قلت لك هي ترجع للتدريب، ان الانسان يطور من نفسه، يدرب نفسه، يدش دورات، يعني حتى يدش دورات في التدريب، في التدريس، التدريس الفعال. عندك يعني خدمه المجتمع بالتعليم التطبيقي تطرح كل يوم دورات. كل فتره. صحيح. دورات. صحيح. في التدريس الفعال، في اللغات. صحيح. في يعني مهارات كثيره. صحيح. تطوير النفس، تطوير الذات، يعني اشياء كثيره الواحد يستفيد منها. اذا تكلمنا دكتور حسين عن اذا صح التعبير، هل في صفات خلينا نقول يفترض ان تتوافر في يعني قائد تربوي ناجح دكتور، خصوصا الان في العصر الحالي دكتور حسين؟ القائد التربوي الناجح اللي يحرص على أنه يطور من نفسه. نعم. يطور من ذاته، عشان هذا التطور اللي الداخلي ينعكس على الآخرين. يحرص على أنه يكون مطلع على آخر نظريات تربوية، آخر اكتشافات وآخر اختراعات التربوية وآخر ما توصلت إليه الدراسات والبحوث، يتابع مؤتمرات العلمية، يتابع توصياتها نتائجها. يبيلك اطلاع، يبيلك تكون ملم بما يدور، يبيلك شغل. إيه، يعني ما يبيلك أنك تكون أنت غافل أو أنك أنت. صحيح. هذا اهم شيء. يعني طيب دكتور، خلينا نتكلم معك ايضا، هل الطلب الان دكتور حسين يحتاجون الى التحفيز وتشجيع في الوقت الحالي؟ ما في شك. اليوم الملهيات كثيره، ووسائل الالهاء وابعادهم عن مجال التعليم والتحصيل العلمي كثيره جدا. يعني احنا قاعد نمر بغزو ثقافي كبير. صحيح. يعني المغريات كثيره، الملهيات كثيره. المواقع قاعد تلهيهم، يعني القنوات التلفزيونيه والفضائيه ويعني اشياء كثيره قاعده تسحب عيالنا وبناتنا من منظومه التعليم، وانهم ينخرطون في انه يثقفون انفسهم ويطورون من مهاراتهم. هذه فيها تحدي كبير. يعني دكتور شلون كاستاذ يعني خلينا نقول جامعي يواجه دكتور هذا التحدي؟ يعني بعض دكتور اذا بيواجه الواقع خلينا نقول البعض يعني راح يمكن ما ينجح، عنده قله في الفصل. فعلا دكتور حسين انت واجهت دكتور شلون ممكن نواجه التحديات وخلينا نقول نحفز الطلب على العلم دكتور حسين؟ هني مثل ما قلت لك دور المعلم او استاذ الجامعي انه يبين لهم ان ثمار هذا الشيء. انا مرات اقول لهم انا رحت تغربت 7 سنين خارج البلاد، وبعدت عن عيالي، وبعدت عن الكويت، وبعدت وكنت انا مرتاح، وكنت في وظيفتين، ومعاشي كان زين، ووضعي كان زين، لكن اخترت اني اختار الطريق الصعب واروح اصعد فوق. الان انا وضعي غير، وضعي الاجتماعي غير، وضعي المادي غير، وضعي الاداري غير. يعني قلت لهم
لا تقعدون على 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 وظيفة واحدة أو على مركز واحد. طوروا من أنفسكم، حتى لو ما تقدر، حتى لو أنت كطالبة ما تقدرين تسافرين، ظروف خارجية أو ظروف خارج عن إرادتك ما تقدرين تسافرين تغربين، ما يمنع أن نأخذ ماجستير، أن نأخذ دكتوراه وأنا بالكويت. أي في عندي بجامعة الكويت في دراسات عليا، أنتسب بار تايم أو فول تايم وأطور من نفسي. مو بضروري أن أنا أكون أستاذ بالجامعة، أنا أطور نفسي حق نفسي، حق عيالي باكر يقول والله أي والله أمي عندها ماجستير، لا أمي عندها دكتوراه عندها. فهني يعني التحفيز هذا مهم جدا. نعم، إذا نشكرك كل الشكر. وصلنا معك لختام ضيفي الفاضل الأستاذ الدكتور حسين الهدب الرشيدي، أستاذ أصول التربية في كلية التربية الأساسية. يقول الدكتور فعلا قواك الله وأثريتنا في الحلقة. الله يطول عمرك، وأتمنى أن هذه الحلقة بالفعل كانت طب للقلوب اللي تطمح أنها تطور من نفسها وأنها تصل إلى أعلى المراتب وأعلى المراكز في كل شكر في البلد. أيضا شكر موصول لكم أحبتنا لهذه المتابعة. انتظرونا إن شاء الله في حلقة مقبلة ومع موضوع جديد. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.